النهارده. انا ناموس شايف شغل شكل حالي. انا متضرر عملك قوي مع شغل جامد، ما يستحقش عليه 250 جنيه في الشهر، يستحق عليه هنطالب بتعويض مؤسسه الاعراب وهنطالب الاشخاص ذوي الاعاقه حملات على الفيسبوك. يوقفكم النهارده ده مقاول طلب الدخول. احنا مطالبنا دعوه بتاع احمد عبد مراد الى عمله وتعويضه عن الاضرار الماديه والنفسيه والمعنويه التي تعرض لها. اثنين، حل مشكله معاقين مصر وعدم وضعهم كصفه مهمشه في مصر. وصلتوا لحاجه مع الزحمه دي؟ لا، لما ما فيش اي مفاوضات بيننا وبينه. كل المفاوضات هي عباره عن مفاوضات بتؤدي الى سلبيه، متجاهل تماما مشاكل المعاقين وخاصه زميلنا المعتصم احمد عبده. وان شاء الله هنحاول ان انا من خلال المتحدث الاعلامي لحركه التمرد على تواصل مع مدير مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا كلمته حاليا من نص ساعه، هو ما بيردش. انا هكلمه ان شاء الله بالليل وهعمل هحاول على قدر الامكان ان انا احدد معاه مقابله وهشرح له الوضع بالتفصيل النهارده. وان شاء الله قريبا جدا 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 في مؤتمر صحفي هنعلن عنه في حته التجمع والاصلاح لعرض مشاكل جميع معاقين مصر. مشكلتنا مش مشكله احمد عبد المراد بس، احنا عندنا مشاكل في مصر، مشاكل المعاقين، مشاكل كتيره جدا جدا. بنحط مثلا اولويه المشاكل دي على اولويه مشاكل المعاقين. مشكله البطاله، احنا عندنا 12 مليون معاق. شكرا جدا. شكرا جدا. عبد المراد من ضمن الصحفيين المؤقتين بالاهرام. طردت طرد تعسفي من رئيس مجلس الاداره انا وعدد من زمايلي في شهر 3. لغايه دلوقتي احنا مشردين في الشارع من 5 شهور. النهارده واقف قدام نقابه الصحفيين بتطالب بايه؟ النهارده واقف قدام نقابه الصحفيين بطالب يعني انا هتكلم عن نفسي في الحته ديت. انا شخص من ذوي الاعاقه او ذوي الاحتياجات الخاصه، اللي المفروض الرئيس قال ان احنا بندعم الشباب والمراه وخاصه ذوي الاحتياجات الخاصه، ماشي، بتكاتف اجهزه الدوله وفي تلبيه مطالبهم مهما بلغت صعوبتها في استرداد حقوقهم. لكن للاسف دلوقتي احنا بنوصل له رساله للرئيس، بنقول له ان لا، ده هم بينتهكوا وبيتهانوا وبيتسحلوا وبيتضربوا في مؤسسات الدوله. هل حضرتك تعلم بده ولا لا؟ هل حضرتك تعلم بده ولا لا؟ عليها مليون على. هل تم التواصل مع الاستاذ احمد النجار؟ لا، انا تواصلت مع استاذ احمد النجار بعد ما تعرضت للسحل والضرب، لكن ما تواصلتش قبل كده. بعد ما عرفته بالسحل والضرب من قبل امن مؤسسه الاهرام، انكر السحل والضرب اللي انا تعرضت له، وكان رد شديد اللهجه واغلق الهاتف. بعد كده اضطريت ان انا اكلم الجهه اللي هي المسؤوله عني وهي المجلس القومي لشؤون الاعاقه. كلمت المجلس القومي لشؤون الاعاقه، للاسف برضه هو يعني الى حد ما متخاذل. يعني انا شايف يعني معظم اجهزه الدوله كلها متخاذله في الموضوع ده ومش عايزه تاخد قرار حاسم في الموضوع ده. انا عايز اقول ان انا مستمر في الاعتصام، مستمر في الاضراب، ولكن يمكن بس انا دلوقتي حالتي الصحيه نوعا ما، لكن انا بيجيني حالات اغماءات شديده جدا. حالات اغماءات شديده جدا، بس انا مستمر ومكمل ومستميت في الدفاع عن حقي. شكرا جدا لك يا فندم.